أكيد علاجات عديدة خاصة للأشخاص اللي بيكون عندهم أمراض مزمنة لازم تلتزموا فيها، وهذا الشيء رح تخبركم عنه اليوم وكيفية الالتزام بهالأدوية بيع صحة السلامة. يلا صباح الخير. صباح الخير غيدا، وصباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. اليوم بدي احكي عن موضوع بهمنا كلنا، لانه سواء نحن كاشخاص بناخذ ادويه او عندنا حدا بالعائله عم بياخذ دواء على المدى الطويل، يعني عم نحكي لعلاج امراض مزمنه. بتعرفي في مشكله بهالموضوع، لانه بدنا ناخذ الدواء على طول، صح، ومع تقدم العمر بصير في مشاكل صحيه مختلفه، بصير في عده ادويه بدنا ناخذهم، بيجي وقت بنزهق، بننسى، منحس انه عم بستفيد او ما عم بستفيد، او عم باخذ دواء ما عم باخذه كلها مثل بعضها، فبالتالي ببطل في التزام بالعلاج، وهي مشكله صحيه كثير كبيره بكل انحاء العالم عم بتكون موجوده وعم ينشغل عليها حاليا، لانه عندها تاثير على الشخص نفسه اول شيء، بمعنى بتسوء حالته، بسوء وضعه لانه ما عم بيتعالج بطريقه صحيحه، بيدخل بمضاعفات من وراء المشكله الصحيه اللي عنده اياها، يعني اذا شخص عنده سكري ما صار في متابعة بالعلاج صحيحة للسكري رح يدخل بمشاكل مضاعفات السكري، إذا عنده ضغط ما عم بينضبط الضغط بطريقة صحيحة رح يدخل بمشاكل القلب وبمشاكل تانية رح تزيد من وراء مشكلة الضغط، اللي عندها سيدة عندها أوستيوبوروسس ترقف بالعظام ما عم تتعالج بطريقة صحيحة رح تدخل بكسور وبعدين ديسابيليتي عدم القدرة على الحركة وكل هالأمور. من هيك فيها تبعات على الشخص نفسه، فيها تبعات على النظام الصحي، فيها تأثير لأنه عم نزيد الفاتورة الصحية، بدل ما نكون عم نعالج الشخص من مشكلة صحية وحدة معينة، بنصير عم نعالجه من هالمشكلة ومن تبعاتها، صحيح، كسور، مضاعفات، تأثيرات جانبية، complications يعني اللي بتصير أو المشاكل اللي بتصير إذا ما كان في علاج صحيح. من هيك صار في مبادرة بلبنان انطلقت أسبوع الماضي اسمها تانجو. تانجو اللي هي بنقول it takes two to tango، فاسمها هيك لانه هي بتركز على علاقه الطبيب والمريض مع بعضهم، وقديه بيصير في تواصل مع بعضهم بطريقه صحيحه، وهيدا فينا نقول الخطوه الاولى لحتى نضمن التزام المريض بالعلاج ونشجعه على الالتزام بالعلاج. هالمبادره دخل فيها عده اطراف، رح اذكر اكيد هي مبادره من القطاع الخاص، ونقابة الأطباء داخلي فيها، وتأسس فريق وطني بيعنى بالالتزام بالعلاج. هالفريق الوطني يعني بعدها بمراحلها الأولية هالمبادرة، لكن عم بيكون في فريق وطني وأكيد برعاية وزارة الصحة لحتى يصير في شغل على الأرض، وأكيد بعد عنا مشوار طويل. كان الضيف بروفيسور واينمان من UK وهو مختص بهالموضوع، وكان عم بيقول أنه هالمشكلة اللي احنا بنواجهها بالمملكة المتحدة وعم نشتغل عليها صارنا سنين، صار في تحسن بس بعد مش كل العقبات تخطيناها. فأنا اليوم أكيد ما رح أحكي عن لأنه نحن كأفراد هلأ ما فينا نحكي عن شو الاستراتيجي اللي بدها تصير، شو الاستراتيجية، لكن أنا بدي أعطيكم تيبس واقتراحات لتحسنوا من التزامكم بالعلاج على الصعيد الفردي، وأكيد في دور للطبيب، وهي المبادرة التانجو رح تركز على هالموضوع، يكون في تدريب للأطباء على أنه التواصل مع المريض، شو لازم يشرح للمريض، قد ايه لازم يعطوا وقت، يكون في كتيبات بتشرح للمريض عن مشكلته وعن الدواء وكيف ياخده. رح اذكر على السريع شو ابرز الامور اللي ما بتخلينا نلتزم بالعلاج، ليه نحن ما بنلتزم بالعلاج؟ اول شغله تكلفه. الدواء غالي، ما رح اقدر عليه لانه انا بدي اخده على فترات طويله يمكن مدى الحياه، فاذا باخذ دواء شوي برجع بقول لا التكلفه كثير عاليه بوقف، كل هالامور هيدي. فالتكلفه وحده من العوائق، اكيد نحن بلبنان عم بيكون في شغل على الموضوع، وزاره الصحه عم بتقوم بمجهود كثير كبير، في ادويه كثير عم تتامن للمرضى على حساب وزاره الصحه، في الجهات الضامنه سواء خاصه او الضمان الصحي او غيرها، لكن ما في شك انه بعد في ثغرات لازم ينشغل عليها وتتغطى. نعم. بس العائق المادي بدنا ننتبه له، والطبيب بده ينتبه له، انه يحكي مع المريض بصراحه، يكون في بديل، في الادويه الجينيريك
يعني الادويه اللي هي من المكون الاساسي من المكون للدواء. الاساسي للدواء بتكون ممكن سعره اقل، فيعطيه خيارات للمريض، وهون بقى دور الكوميونيكيشن والتواصل مع المريض. نعم. شو الخيارات المتاحه امامنا. كمان عائق التكلفه عم بينشغل عليه بانه حتى الشركات الادويه عم بتجرب تصنع أدوية تكون مجموعة أدوية بدواء واحد. يعني الأشخاص اللي عندهم ربو عم بيكون في نوع من الانهيلرز، البخاخات اللي بتحتوي على عدة أدوية مع بعضهم لحتى الشخص ياخدها مرة واحدة، هيك منساعد على التزامه بدل ما يكون عنده عدة أدوية ياخدهم بياخد شغلة واحدة. عم بيكون مرات في أدوية للمشاكل للأمراض المزمنة، بدل ما يكون في ثلاث مرات ناخد الحبة خلال النهار، يكون عم بيتم تصنيع دواء أنه تكون حبة واحدة. فإذا المريض هين يتذكر، سهل يتذكر حبة واحدة بالنهار ما أنه يتذكر بده ياخد الدواء ثلاث مرات. هيدي عم بتسهل، والتكلفة كمان عم بتكون نوعا ما محصورة لأنه عم ناخد دواء واحد بس. تاني شغلة قصة المنا كونفينينت، منا سهلة منا مريحة، لأنه مثل ما قلت عم بيكون عنا مرات عدة أدوية مع بعض وبدنا نتذكر ناخدهم. رح أعطيكم شوية اقتراحات. أول شيء نستفيد من الموبايل، نحط عليه ريمايندر، إذا عنا أوقات معينة ناخد الدواء نحط ريمايندر لحتى يذكرنا الموبايل يرن بهالوقت هيدا يذكرنا بالدواء. خاصة الأدوية اللي واحد بيخدها بنص النهار، يعني هيدي كثير أوقات ممكن ينساها. صح، لانه الصبح وعشيه خلص بصير يمكن ضمن الروتين، بس النص النهار ممكن هيدي اكثر دواء ممكن واحد او مثلا اذا دواء ممكن ما بعرف عم بعطي مثل، يعني ممكن دواء كل ثلاث ساعات كل ست ساعات مثلا، بتقطع ست ساعات ما انتبهنا ويمكن دواء لازم ناخده على القد يعني بوقت معين ليقوم بشغله، فهيدي كثير مهمه. شغله ثانيه جربوها برا بكثير دراسات صارت بامريكا وباوروبا، ترايلز يعني تجارب، انه يبعثوا مسجز على تليفون المرضى يذكرون انه اليوم ما تنسوا الدواء بالوقت الفلاني او بوقت اللي لازم ياخذوا الدواء. ببعض الحالات لقيوا انه عطيت نتيجه، كان تاثيرها بوزيتيف، يعني ذكر المرضى وحمسهم. ببعض الحالات لقيوا انه بالغوا فيها، صار المريض مزعوج انه كل الوقت لحقيني، يعني بدهم يجربوا يلاقوا حل وسط. لكن فكره المسجز انه نذكر المريض هيدي ممكن تكون وحده من الخيارات فينا نحن نعملها. زي يمكن عندنا الاب بالبيت مريض وبدنا نذكره، ممكن نحن نتصل على البيت، ممكن نبعث مسج حسب كيف ممكن نتواصل معه نذكره بالدواء، او نخلي حدا من العائله هو يكون عنده هالمهمه. فينا نجربها ونشوف شو تاثيرها. شغله ثانيه لقيوا انه لما الدواء بينوصف، اول ما ينوصف بدل ما يقول الطبيب خليني اشوفك بعد شهرين، خلي الفترة تكون أقل من أسبوعين ولو بمرحلة أولية، يا إما عن طريق الاتصال يا إما أنه يجي زيارة تانية لحتى يحس المريض أنه الوقت قريب، يعني رح شوف الطبيب وخبره ارتحت تحسنت، شو زعجني بالدواء، شو فينا نغير، شو اللي مظابط. فهيدي بتخليه يلتزم أكتر بالعلاج ما أنه تروح على شهرين. إذا لخبط شوي بهالفترة بيقول بعد في وقت لارجع اشوف الطبيب. بس هون كمان بترجع بتلعب دور التكلفه ايه، اكيد يعني زيارات الطبيب بشكل مستمر كمان رح تزيد التكلفه. صح، هون بقى بده يكون، وهون دور الاطباء بهالموضوع ايه، انه هالزياره اذا بس للمراجعه بس ليخبروا كيف صار الدواء يمكن ما لازم يكون في يدفع رسم الزياره كامل، هيدي بس مراجعه، او ممكن تكون عن طريق الاتصال، يعني ايه، من العياده يتصلوا فيه يسالوه كيف صارت كيف حاسس بعد اسبوعين، شو اللي تغير، شو فينا نحسن. يعني بده يلتقى. عم أقول لك هي بعدها كتير بالأول، لكن في كتير خيارات وأفكار عم تنطرح بهالموضوع. ثالث شغلة اللي هي الكونفيوجن، الارتباك، انه انا عندي يمكن 10 ادوية اخذهم بالنهار بتلبك بنسى. وبتعرفي الشخص لما شوي يصير اكبر واكبر بالعمر ممكن ينسى، ممكن يعني أكيد يصير عنده شوي لخبطة بالموضوع. ففينا نقول انه اذا منحضر علبة واللي هي بيكون مقسم فيها، وهيدي بنلاقيها بالصيدلية مقسم فيها أيام الأسبوع، هيدي الويكلي بوكس، هيدي علبة الأسبوع، ومنحط ومنحضرها للشخص اللي عنده الأدوية ياخدها، أو هو إذا بيحضرها بنفسه كل يوم كل الأدوية بده ياخدها يحطهم مع بعضهم، أوكي، مع ورقة بتذكر بالأوقات. ودايما الأدوية تكون بمكان
واحد محدد، يعني ممكن يكون على طاولة على جنب محطوطة بالأوضة، ممكن في ناس بحبوا يحطوها بمكان وين هن بيقعدوا، التي في روم، أوضة القعدة، على طاولة معينة. هن بيختاروا المكان اللي بدها تضل هالأدوية محطوطين ليضل مذكر ومرتبين بطريقة يومية وأسبوعية حسب شو الأدوية اللي بدنا ناخدهم. كمان شغلة، واحدة من الأمور اللي بيّنت على التجارب والدراسات أنه ليه ما نلتزم بالدواء، لأنه المريض منه فهمان مزبوط شو خطورة، إذا فينا نقول خطورة، مش خطورته على حياته هلأ المرض، بس شو خطورة المرض على المدى الطويل إذا ما تعالج بطريقة صحيحة. يعني إذا الضغط، مشاكل ارتفاع الضغط، سألوا كتير من المرضى أنه إذا ما تم ضبط الضغط بطريقة صحيحة شو بيصير؟ ما بيعرفوا يشرحوا، يعني ما بيعرفوا يفسروا ليه الضغط مشكلة. منقول له المرض الصامت، ليه الضغط مرض منه سهل، علما أنه يمكن ما بيبين عوارض. سألوا أشخاص عندهم كوليسترول، حتى كوليسترول ما عم بيضبطوا الكوليسترول، ما عم بياخدوا الدواء، ما عرفوا انه ليه مهم يلتزموا بالدواء على طول لحد ما يصير الكوليسترول معدل بدنا اياه، لانه شو تاثيره، ما بيعرفوا انه هيدا رح ياثر على قلبهم بالمستقبل اذا ما كان معدل الكوليسترول مضبوط بالدم. الاشخاص اللي عندهم مشاكل انسداد بالشرايين ما عرفوا يقولوا ليه بصير عندهم هيك. فلقيوا انه تثقيف المريض كثير مهم، وهيدي بدها طبعا الطبيب بيقدر يشرح بهالموضوع، له دور كثير كبير، لكن ما ننسى انه في عامل الوقت، قد ايه بيقدر يعطي وقت ليشرح. فهون التدريب اللي بده يصير للاطباء انهم يشرحوا للمرضى، يفسروا لهم عن مرضهم، بس بذات الوقت يكون في شيء اضافي المريض يقدر ياخده ليستوعب اكثر وليحس حاله هو معنى، يعني يحس بخطوره الوضع. فيكون عن طريق كتيبات، ممكن الطبيب اذا ما قدر يشرح كل شيء هلا يكتب لهم على وصفه، مثلا على ورقه، مثلا يكونوا مكتوبين على ورقه مثل ما قلنا كتيب صغير او بامفلت صغيره، يعني مثل فلاير او يعني ورقه صغيره مشروح عليها كل شيء بياخذها بيقراها، او حتى نقول لهم هلا صرنا نحن كل شيء موجود اونلاين، ممكن يقول لهم عن ويب سايت يفوتوا يقروا. بس لما الطبيب بيقول لهم عن ويب سايت، يعني ويب سايت هيدا بيكون موثوق، يعني موقع معلوماته موثوقه، فبيفوت بيعرف عن مشكلته الصحيه اكثر، ممكن يشوف على اليوتيوب فيديوز بتشرح مثلا كيف لازم ناخذ هالدواء. فهون الطبيب بيقدر يوجه مريضه انه يشرح بوقت معتدل بالعياده، وبذات الوقت يوجهه لوين يلاقي المصادر، بدل ما هو المريض يروح يفتش على مصادر يمكن ما ياخذها من محل موثوق وتضيعه، حتى لو كانت اونلاين، يعني حتى لو كانت على الانترنت، مش كل شيء بنلاقيه على الانترنت هو صحيح. فلقيوا انه تثقيف المريض كثير مهم، وانه يعرف انه هو يعني يستوعب خطوره هالشيء عليه. في أربع أسئلة بيسألون الطبيب وأنتوا سألوهم لحالكم بالبيت، هيدي بكتير دراسات نعملت برا ليشوفوا قد المريض ملتزم بالعلاج. بيسألوا أنت لما تحس حالك منيح بتوقف الدواء؟ في كتير أشخاص بيعتبروا أنه أنا هلأ تحسنت، أخذ الدواء على شهر، صرت كتير منيح، خلص ما في لزوم بقى أخذ دواء. فهيدا السؤال، إذا بتحس حالك ما في تحسن بتوقف الدواء؟ هل بتعرف انه هالدواء من شو عم بيحميك؟ وقد ايه انت كل امتى بيكون عارف الطبيب مثلا لازم كم حبه يستهلك بالشهر، او قد ايه الدواء اللي لازم يستهلكه بالشهر، او كم ابره اذا كان مثلا شخص عنده سكري، كل هالامور هيدي. فبيسالوا انه انت كل امتى بتاخذ الدواء. فنحن نسأل حالنا هالأسئلة ونشوف إنه هل نحن عم نلتزم بعلاجنا ولا لا، وفينا نساعد الأشخاص إذا كان عندنا شخص كبير بالسن بالبيت نساعده بهالموضوع، لأنه الالتزام بالعلاج شغلة كتير مهمة. ويعرف الوقت، يعني أنت عم تاخذ الدواء وامتى. مثلا اخيرا بدي اعطي مثل، دواء الأوستيوبوروسيس لازم يتخذ على الريق قبل اي شيء، اذا اتخذ مع الاكل يعني نحن ما استفدنا، بيكون المريض عم ياخذ الدواء بس ما عم بيستفيد. فكمان الطريقه لاستعمال الدواء كثير مهمه انه نعرفها ونفهمها مزبوط. اكيد، وربا كمان ممكن يتم بعدين المتابعه بهالموضوع مع ان شاء الله تطور، اكيد بس يبلش في شغل على الارض اكثر. اكيد احنا بنرجع بعالم الصباح لحظات بكرة. بنرجع بنكون بعد لحظات قليله مع الشيف حسين ورشه ملح، ومن بعدها لما وشوفي، خليكم معنا.